هم يحسبوني قد حزمت حقائبي فتقاسموا قبل الغروب عشائيا. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل الدار. اليوم ضيفنا مثقف ومبدع وكاتب وشاعر من العيار الثقيل. خلكم وياي علشان تتعرفون على ضيف حلقتي في هذا اليوم. نرحب بالشاعر عبد الله الهدي الشحي، تعالوا وياي. حياكم الله مشاهدينا في القسم الأول من حلقة برنامج أهل الدار مع الشاعر طبعا عبد الله الهدي الشحي. مساك الله بالخير وحياك الله في حلقة برنامج أهل الدار، شرفت ونورت أستاذي الكريم. مساء النور والسرور والشرف لي دائما. في البداية حابين نتكلم عن سيرتك الذاتية. نحن كإعلام أو وسط إعلامي نعرف من هو عبد الله الهدي الشحي كشاعر وكاتب ومثقف ومؤرخ، لك العديد من الصفات والسمات، ولكن نبغي المشاهد الكريم أيضا يتعرف على إنجازات وسيرة السيرة الذاتية لعبد الله الشحي. السيرة ولله الحمد وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى حافلة بعدة مناحي من الحياة. الطموح لا يحد ولا يمكن أن يحد باتجاه واحد، ولكن أجد نفسي كشاعر هذا اللقب الذي أرتاح له. إن كنت قدمت شيء في المسيرة الشعرية. الجوانب الأخرى خط المجال الإعلامي عبر الإذاعة لمدة 11 سنة تقريبا في برنامج أدبي، برنامج أيضا آخر تراثي في إذاعة رأس الخيمة. بعد ذلك تحولت إلى المجال التلفاز وأيضا على مدى عامين غامرت ودخلت في مجال الكتابة الصحفية في عمود ومستمر في جريدة الخليج إلى الآن. لي أيضا جانب آخر أعتز به كثيرا، مجال تطوير الذات. أكيد. هناك بعض المحاضرات وما شابه ذلك. هذه المجالات المتعددة طبعا مع الهوايات الأخرى التي أنا يعني بيني وبين نفسي، سواء أعشق البحر، أعشق الرحلات، التأمل، الاسترخاء، هذه أيضا جوانب أخرى مهمة أيضا في الحياة. خلينا نرجع بالعجلة معك إلى الوراء، نبغي نعرف بدايات عبد الله الهدي الشحي، بيت عبد الله الهدي الشحي، أصدقاء الطفولة والدراسة. البداية أيضا حافلة، يعني لله الحمد، يعني أنا عاصرت ما قبل الاتحاد وما بعد الاتحاد. تلك الطفولة كانت جميلة بمعطياتها المختلفة، من حيث البراءة، من حيث التنقل صيفا على شاطئ البحر، ثم شتاء في حضن الوادي، وما بين هذا وذاك كانت تقع مزارع النخيل. فهذه البيئة يعني غنية بمكوناتها وبموروثها الشعبي أيضا عندما تتنقل من بيئة إلى بيئة على مدار العام. طفولة يعني ربما مشحونة كثيرا مثل ما أسلفت بالذكر في البراءة من ناحية اللعب، تكوين أندية، كل فريج مجموعة من الشباب يكونون أندية، ثم المباريات بين هذا الفريج والفريج الآخر. نعم. وما يعني يؤدي إلى ذلك من بعض الصراعات مثل ما يقال التي ربما تحدث الآن وتختفي بعد ساعة. حياة جميلة بكل معطياتها، وإن كانت هناك قسوة في العيش نوعا ما. كنا يعني نشتاق أن نجد ساعة معينة نلعب فيها أكثر، ولكن الحياة ومتطلبات الحياة، الطفل لم يكن طفلا في ذلك الوقت، كان رجلا بهذا المعنى، من حيث أنه كان يقوم بأدوار منزلية عديدة. ولكن مع هذا الآن لما تتذكر تلك الأيام تجد نفسك بأنك قد صقلتك الحياة. البحر، وما أدراك ما البحر، هذه السيرة التي كنا صباحا نلتقي على البحر ثم نستمر حتى موعد الغداء بين الفينة والأخرى نزور هذا المد الأزرق بما يحتوي من جماليات الاحتواء، أيضا انعكس لا شك على هذه الشخصية.
فطفولة حافلة بكل موروثاتها. كنا ونحن صغار يعني نتلمس دروب الحياة، كنا نذهب نساعد الصيادين في الدغوة، دغوة العومة بالذات، كان يخصص لنا مبلغ زهيد يعني، ولكن كان كبيرا في ذلك الوقت، ولذلك شعرنا بقيمة الحياة، بقيمة ما تكسبه من مجهودك وفي يدك. أكيد، على رغم البساطة وعلى رغم البساطة يعني الأشياء الجميلة، زمن الطيبين، زمن الماضي، خلينا نقول إذا صح التعبير، كنتوا تحسون فعلا بحلاوة الحياة أكثر من الحياة اللي موجودة حاليا. الحمد لله الحياة كريمة، ولكن الماضي له رونق خاص وله كلاسيكية خاصة تميز عن كل الأزمان. خبرني وكلمني شوي عن أصدقائك المقربين، منهم هذه الأصدقاء، وين كنتوا تروحوا غير البحر وغير كرة القدم؟ البيئة كانت تحصرك في 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 هذه في هذا الإطار، يعني بين المدرسة وبين البحر وبين اللعب وسط الفريج. ألعاب اخترعناها لأنفسنا، كنا نصنع الألعاب سواء الألعاب البحرية أو الألعاب التي نمارسها في البر. أصدقاء الدراسة أصدقاء عديدين، يعني عندي ربما أكثر ارتباطا عبد الله بالله، سعيد البحار، عبد الله البحار، اسماء يعني عديدة، عبد الله عيدان العبادلة، نعم. ما شاء الله منتشر هذا الاسم ايضا، عبد الله ثاني، دكتور محمد الباهي الان دكتور طبعا في، نعم، ذلك الزمان، يعني اسماء عديدة تلتقي فيهم. لابد من الالتقاء، ولابد ايضا من الاتصال، ولابد من التواصل. اجمل المراحل هي مرحلة الطفولة، بما تحتوي من براءة، بما تحتوي أيضا من صقل للحياة. مثل ما ذكرت لك أخي العزيز أن لم تكن طفولة بمعنى الطفولة، كانت رجولة في زمن الطفولة. أبغيك بعد تخبرني عن زمنكم السابق، شو اللي كان يميزه برأيك الخاص، يعني شو اللي ممكن أنك دائما يجول بخاطرك وفي ذاكرتك، في ذاكرة عبد الله، يعني تقول يا الله لو يعود فيني الزمن لو يوم، فشو اليوم اللي بتختاره؟ كان التنافس، أنا أعتقد أنه في سبيل الحصول على لقمة العيش وكفى، لم يكن هذا التباهي الذي ربما ساد بعد ذلك، التباهي في البناء، التباهي في نوع السيارة، التباهي والتباهي وما شابه ذلك. كنا يعني الكل حضيد، الكل يساعد الكل، يعني تجد ان هذا الطفل عندما يخرج العم مسؤول عنه والجار مسؤول عنه والاب مسؤول عنه، كل المجتمع الكل يعاون الكل. تجد عندنا في الاعراس مثلا، يعني الان ربما ننتظر دعوه، في السابق لم تكن هذه الدعوه، في بناء المساكن الكل ما يسمى بالحشد، الكل يجتمع في سبيل أن ينجز معامله أو ينجز الأمور المتعلقة بالشخص الآخر. لا. ربما يعني أنا دعني لا أغرد كثيرا في جماليات الماضي، ربما أيضا ظروف الدهر أن لم يكن هناك عمالة أخرى تعينك، فأنت محتاج إلى جارك والجارك يحتاج إلى أن يعمل لديك. ظروف الدهر، يعني دائما احنا نحبذ أن لا نجلد ذاتنا في هذا العصر كثيرا، لكل زمن معطياته ولكل زمان أناسه. أكيد. نعم. خلينا نتكلم عن يعني بداياتك في الشعر. هل قبل ذلك، يعني قبل البدايات، دعني أعرج إلى الأيام الجميلة في الأعياد، الأيام الجميلة في الأعراس، الأيام الجميلة التي كنا نتشوق إلى أن نسمع أن اليوم في حفل أو في عرس يستمر لمدة أسبوع، وأن كل الأطفال وكل الصغار نحاول أن نقلدهم في الرزيف، نحاول أن نقيم أعراس بكل البراءة، وهذه المحاكاة جعلت منا ربما يعني أعطتنا تغذية وتغذية في معرفة الحياة بكل معطياتها. البداية الشعرية مثل ما تقول. نعم، البداية الشعرية. خلينا نشوف يعني طفولة أو بداية حياة عبد الله الهدية الشحي، متى، ما بقول أول قصيدة، بقول لك أول كلمة كتبتها في ديوان الشعر.
أرجع وأقول بأن للبيئة أثرها، من ناحية أن كنا نستمع كثيراً إلى الأهازيج الشعبية، المغناة المؤداة بصوت هنا وبصوت هناك، هذا خلق الجرس الموسيقي. وأنا أعتقد أن الشعر هو أولاً موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، ثم تستحق بعد ذلك القراءة والصقل والتدريب والتدريب والكتابة ثم الكتابة، وقبل ذلك حفظ الشعر وقراءته من هنا وهناك. أكيد. البداية الأولى وأنا أتذكر يعني، وكنت في الصف السابع اللي كان مسمى في ذلك الوقت الأول الإعدادي، بدأت أشعر بأني أريد أن أكتب، فكتبت، ثم بعد ذلك أريد أن أنتج هذه الكتابة، فكنت آتي بجهازين للتسجيل، أختار مقاطع الموسيقى المواويل لسعدون جابر والمواويل، أسجلها مقطع على مقطع على مقطع على مقطع لأكون منها مقطوعة، ثم أضع المسجل الآخر على خلفية هذه الموسيقى. ربما هذا الذي كان لدي، لكن كان من ذلك الوقت لدي يعني شعور وإحساس أكيد. بأن الأداء أداء القصيدة الشعرية وأن الصوت أثره والمؤثر أثره أكيد. في ذلك. بما أنك تسمع طبعا سعدون جابر، يقول سعدون جابر: قولي وجابك علي وش ذكرك بينا، 20 عام من قضن وانت اللي ناسينا، شوبنا وشوف الشعر لونش عمل بينا، وذكرتنا بالزهور وأيام منسينا. فطبعا نحن مستانسين معاك ومستمرين في هاي الأجواء الشعرية الثقافية الجميلة عن حياتك، ولكن مشاهدينا بنروح لفاصل قصير وبنرجع لكم، خلوكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومكملين مع الشاعر عبد الله الهدية الشحي، مساك الله بالخير من جديد استاذي. مساء النور والسرور. طبعا تكلمنا في القسم الاول عن سيرتك الذاتيه وعن نشاتك في الشعر، ولكن انت من الشعراء الذين يمتزجون ما بين العاميه والفصحى، فما الذي قادك الى هذه اللغه الجميله اللغه العربيه وخاصه بالفصحى؟ الشعر شعر كتب بالفصحى أم كتب بالعامية أو تجاوزا مثل ما يقال بالنبطية؟ أرجع أيضا إلى البدايات، صوت الإمارات المتصالحة من الشارقة، منذ الصباح وأنت تتخيل معي هذه الصورة الجميلة، هذا العريش بجانب هذا العريش، وعندما تسمع هنا أغنية الكل وأنت تلعب بين الأرشان وأنت تسمع ومتنقل بحركتك هذه الأغاني. كنا نسمع الأغاني الفصحى أيضا بفن الصوت، وكنا نسمع بذات الوقت القصائد النبطية المغناة بفن الصوت، كنا نسمع يعني عبد الكريم عبد القادر، كنا نسمع الفنانين الشعبيين، كنا يعني هذه هذا الشيء أو هذه الإذاعة العامة المتنقلة التي تسمعها وأنت تتنقل من هنا وهناك شئت أم أبيت، خلقت هذا الشرارة الأولى للاتجاه إلى الفصحى والربط بينها وبين القصيدة النبطية. بعد ذلك طبعا أنا بدأت أقلد نوعا ما في القصائد اللي فيها الأسلوب الكوميدي اللاذع للشاعر المرحوم له بإذن الله عبد الله عبد الرحمن رفيع، ثم اتجهت إلى تقليد الشاعر الذي أعجب به الشاعر الشهيد فايق عبد الجليل، ثم كانت لي قراءاتي الأخرى. ربما أول كتاب اقتنيته كان هدية من أو كان متواجد عند أخي الأكبر سعيد شقيقي عن عنترة بن شداد وسيرة حياته والأشعار التي كتبها في عبلة. هذا أيضا قادني إلى آخر، ناهيك عن الأناشيد التي كانت في ذلك الزمن،
كانت أناشيد مختارة بدقة سواء عبر المنهج الكويتي أو حتى بداية المنهج الإماراتي، لما كنا وقف الأسير مقيدا بين الأسنة والعذا فإذا تلفت حوله وجد، تغرس فيك نوع من القيم، الشعارات القومية التي كنا نرددها ونحن ذهابا وإيابا من وإلى المدرسة في السيارات اللاند روفر، وقياما تعيش الوحدة العربية نار نار يستعمل، تعيش هذا الجو العربي العروبي الذي خلق فينا حتى النخاع العروبة، هو ما أجمل العروبة. خلينا نتكلم معك عن طبعا قصائدك. أنت يعني لك باع طويل في كتابة الشعر، ويعني أمام حضرتك يا سيد الشاعر، فأحتار أي قصيدة أختار، فشو اللي بتختار لي من القصايد وبتطرب مسامعي؟ عيناك في فجر الغواية راح، وليالي أنس ملؤها الأفراح، وبحار أشواق تنادم موجها، والموج بين نسيمها يرتاح. يا سكر أشرعتي وخمر زوارقي، الوصل ريح والهوى فضاح، هزي إلى قلبي بنشوة مشتهى شفتيك كي يتساقط التفاح. صبي حمي الوصل في كأس الهنا، فأنا النديم وبوحك الأقداح، أنا كاهن العشاق قديس الهوى، الله في مذهبي حضن اللقاء مباح. مباح، صح لسانك صراحة. أنا اليوم أنا جايينك بطمع فيك من الشعر، يعني ما بروح إلا وطربان شعر نبطي وفصحى. فطبعا فعلا الشعر عالم آخر، يقال أنه من يكتب الإحساس ويترجمه فنان، فكيف يترجم عبد الله الهدي الشحي فنه وأحاسيسه على الورق؟ القصيدة أنا أعتقد أنها حالة جنونية أو بين الوعي واللاوعي، حين تنتابك الكتابة تنفصل عن العالم كلية، ربما تعيش لحظات يسألك الكل ما بك، تعيش عالم آخر، أنت لا تريد أن تقول ما قاله الآخرون، أنت بذات الوقت لا يمكن أن تؤمن بما قال عنترة بن شداد، هل غادر الشعراء من متردمي؟ أنا أقول كم غادر الشعراء من متردمي، فالإبداع لا يتوقف. صحيح. والقصائد هذا محيط يتلوه محيط، ولكن ألا تكرر نفسك، أن تكتب ما هو جميل، أن تكون لسان حال المجتمع تارة، أن تكون بذاتك تارة أخرى، أن تعيش اللحظة وأن ترى كل شيء كل يوم بشكل جديد وغير ما يراه الناس. أنا أعتقد أن هنا تتبلور القصيدة وتخرج، خاصة إذا كان الشاعر يمتلك لا أقول حرفية القصيدة، نعم، حتى لا تغدو صنعة، لأن القصيدة عندما تهاجمك هي تكتب نفسها، ولكن ثقافة الشعر والشاعر ومقدرته على اقتناص الصورة. صحيح. سواي من لام عرقوبا وسايره، أنا الذي ما أخذت النصح من أبتي، كل العذوق توارت لا أرى سببا، يا ليت عرقوب لم يغرم بمفردتي، لما استوت فوق جودي الهوى سفني، وحان وعد التلاقي أغرقت لغتي، ظنت علي سعادي في مودتها وغلقت بابها، واستنكرت صلتي، فكلما أشعل الآتي تراث أبي، هبت مراسيم هدمي نحو أبنيتي، وكلما أيقظ الساقي رماد فمي، جاء انطفاء الصدى ريحا بأوديتي، تبكي الغيوم على حالي وتغمرني بوصلها، كلما سرحت أدعيتي فتحبس الدار عني ثدي مرضعتي، ويشرب الناس من مرزابها هيبتي، يا مخلف الوعد لا تصل الهوى أسفا، بالله لا تسكن الأعذار في رئتي، جرحت لكن جرح اليوم مختلف، لقد تعلمت من تكرار تجربتي، يا حاجب الشعر دون في فضاء أفقي، أن المروءات ومض من سنا صفتي، إن كان جيبي قاعا صفصفا، فأنا عزيز نفس، وهذا سر مشكلتي، يا نفس لا تجزعي إن خيبوا أملي، هم السقام سأشفيهم بأدويتي. أدويتي، صح لسانك يا شاعر عبد الله الهدي الشحي. يقال في الشعر
يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. تغيير المسار لعبد الله الهدي الشيحي، أحيانا كنت حاط في حياتك المهنية مسار تتخذه وراء غاية تريد الوصول إليها، وتبدلت عليك الأحوال أو الظروف، ما هي هذه الظروف، ما هي هذه الأحوال؟ والله الحمد لله على كل حال، وأنا يعني كل ميسر لما خلق له. كنت في المرحلة الثانوية عندما تبلورت رؤية الحياة بشكل عام، كنت أحلم أن أكون في كلية الشرطة أو أنتسب إلى كلية الشرطة، وفي أيامها لم تكن كلية الشرطة موجودة في الإمارات، كانت هناك بعثات إلى مصر وإلى الكويت وإلى المملكة العربية السعودية. انتظرت بعد الحصول على الثانوية لكي أجد الإعلان الالتحاق، تأخر وجدت إعلان التحاق بوزارة التربية والتعليم، مشيئة الله سبحانه وتعالى. وربما لأن أنا كنت في ذلك الحين أعد نفسي أو أعد لأن أكون شيء آخر في المجتمع كشاعر كأمور أخرى، اتجهت إلى هذا الاتجاه من حيث أدري ولا أدري بذات الوقت، ودخلت في سلك التدريس سبحانه. والحمد لله أيضا العطاء كان جميل، ومهنة الأنبياء أستطيع أن أقول، ولكن مع ذلك أنا عشت ذاتي. أنا غير مؤمن بأن أحترق ليل وأضيء للآخرين، لما؟ صحيح. لذلك يعني دائما أنا مؤمن بأني أنا أولا ثم الآخر. في لحظات لابد أن أكون أنا، وفي لحظات أخرى لابد أن أقول أنا وأنت أنا. خلينا نتكلم عن يعني دور المثقفين يعني والمبدعين أمثالك وشرواك في دعم الحركة الثقافية يعني والشعرية في دولة الإمارات وفي الوطن العربي. نحن اليوم كثير ما نتكلم عن اللغة العربية، ونقول أن اللغة العربية في حالة يعني في بعض الأحيان لا يرثى لها، يعني كثير من الأمور وكثير من المحاور يعني تطلق في وسائل الإعلام وأيضا منصات وسائل التواصل الاجتماعي والاحتفاء بيوم اللغة العربية. أنت كيف ترى دور المبدعين والمثقفين من هذا الحراك؟ كيف ممكن أن يعني نرجع إلى المسار الصحيح؟ عزيزي، اللغة خالدة ومخلدة، يعني هذه اللغة لغة ربانية من خلال معجزة السماء، لكن أن أجد في هذه البقعة أو في تلك البقعة من يحاول أن نوعا ما يبعدها أو يزيحها، أعتقد هي متواجدة الآن. لو 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 أخذنا جولة في كل العالم تجد هناك أقبال شديد من غير العرب على تعلم اللغة العربية، هي الأكثر مطواعية للحاسب الآلي، هي الأكثر لغة غنية بالمفردات لاعتمادها على الجذر، جذر الكلمة، مطاوعة لكل شيء، تستطيع هذه اللغة لا تموت. أنت الآن تقرأ ما كتب من 1000 سنة وأنت تفهمه. صحيح. ربما لغات أخرى بعد فترة كذا سنة تجد بعض المصطلحات وبعض المفردات قد أكل وشرب الدهر منها وانتهى، وتحتاج إلى قاموس وقاموس وقاموس لكي تجد. يعني الآن من يستطيع أن يقرأ لغة شكسبير باللغة التي كتب بها كل مؤلفاته؟ صحيح. بينما هذه العربية تستطيع، فلا خوف على اللغة العربية. هناك نوع من الجحود، نعم متواجد، هذا أنا أراه، وكم يؤلمني ذلك فعلا كثيرا، ولكن ظاهرة ثم ستختفي. هذه الأمة خالدة وهذه اللغة خالدة، الانبهار متواجد طال عمرك، واحنا يعني الان نعيش في عالم الاعلام. نعم. وانت ترى مثلي، يعني عالم الاعلام يعتمد على مدارس عديده، منها المدرسه الفلسفيه التي معتمد عليها الشرق، معتمد على الفلسفه، والان ما شاء الله يعني الطاقه وما الطاقه والفلسفه والتامل، ورغم انها موجوده في عندنا. نعم. وموجوده في ديننا، ولكن نحن دائما يعني نترقب الآتي من الآخر بدون أن نحاول أن نستخرج الكنوز التي لدينا. أكيد. مدرسة الجذور أيضا، هذه التي تعيشها أوروبا مثلا على سبيل اللغة، لغتها الأولى يعني الألماني أو الفرنسي، لا يمكن أن يحدثك بأي لغة أخرى، لاهتمامه بجذوره، لاهتمامه بمصاحفه، لأصالته. ثم عندنا المدرسة الإبهار،
هي المدرسة الأمريكية نوعا يعني، أو هي الأكيد يعني يبهرك في كل شيء. فأنا بين الفلسفة وبين الجذور وبين الإبهار وبين المدارس الأخرى أيضا فرق تسد. صح. إذا أنا لابد أن أكون واعي، لأن الزمن الغزو الفكري انتهى فعلا. الآن زمن الاختراق الفكري، اختراق. أنا أشكلك حسب ما أريد طرق. أنا دون أن آتي إليك. صحيح صحيح، هذا الواقع. فلا بد أن أكون يعني هذه الرسالة أن أوصلها إلى الأجيال، أن أوصلها بطريقة أو بأخرى، لأن الثابت يبقى ثابت والمتحول نحن مع المتحول، نحن مع الحضارة ومع تعلم اللغات الأخرى ومع ومع ومع. نعم. ولكن يبقى أن يبقى الثابت ثابت، يبقى الأصل أصل. أصل أصل. طبعا نحن مستمرين معك في حوارنا في حلقة أهل الدار، بنروح إلى حياتك العائلية، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومكملين طريقنا مع الشاعر عبد الله الهدية الشحي. نقول لك مساك الله بالخير من جديد في حلقة وبرنامج أهل الدار. مس الورد ودهن العود من جديد أيضا. طبعا في هذا القسم حابين نتكلم عن حياتك العائلية، أو حياتك بالأخص مع العائلة، أبنائك، أحفادك، أولادك، بناتك، كيف يعني تعطيهم السلك الصحيح والطريق الصحيح، كيف ترشدهم، كيف تتعايش معهم؟ أنا أعتقد أن أهم شيء في هذه الحياة أو في هذه الحياة التي تصقل المعرفة بشكل عام هي القراءة. نعم. فمتى ما توفر الكتاب للطفل أو الابن، حتى الشاب الكبير أو الشابة، يبقى الكتاب هو مدرسة الحياة. لدي تجربة خاصة، أنا لا آمر أي ابن بالقراءة، وإنما أشتري الكتاب. ربما في الزمن السابق كانت هناك فسحة جميلة لأن تلتقي الأسرة على مائدة الغذاء بالذات قبل هذا الدوام الطويل الذي لا أدري يعني هل هو مجدي أم ليس مجدي بالنسبة للمدارس أيضا. كنت أتحدث عن هذا الكتاب ثم أتركه هنا وهناك، بعد فترة أشوف يعني يتعود هذا الطفل، يعني حتى وإن لم يكن يعي ما في هذا الكتاب، لكن مجرد حمل الكتاب والالتصاق به مع الأيام. فعلا عندي أبناء ولله الحمد عندهم هواية القراءة أو الشغف في بعضهم بالقراءة. جميل جدا. هذه تجربة أنا عايشتها وأتت أكلها بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. بفضل الله. أنت وين يعني تأخذهم، إلى وين تستحب طبعا أبنائك، إلى أي مضمار أو أي ميدان؟ ما هو الميدان الذي تريد أن ترى أبنائك فيه؟ إحنا عشنا أو عاش الإنسان بشكل عام جمع الطعام، وأنا أعتقد أنه لضرورة الحياة. ثم عاش عصر الزراعة وحب المنظر الأخضر أيضا، هذا مجدي جدا يعودك على تقبل الآخر. عشنا عهد التجارة، وهنا يأتي فن التعامل. حتى العصور مهما غابت هي تستحضرها أنت في حتى في تربيتك. الآن عصر المعرفة هي أنا أعتقد أنه التي ستؤدي فيما بعد إلى عصر الحكمة، وأنا آمل أن يأتي عصر الحكمة، لأن عصر سيكون فيه سلام داخلي للإنسان بذاته، وسلام داخلي أيضا، وسلام عام بين الإنسان والإنسان. أريد من أبنائي ومن أبناء الأمة بشكل عام أيضا أن يتجهوا إلى السلام الداخلي مع احترام كل العصور وكل معطيات العصور الحاضرة إلى الآن. أنا لا أستطيع أن أقول بأن حاجة الإنسان قد انقطعت عن جمع الطعام،
ربما الآن أخذت منحى آخر، لكن هي مثل ما أشار ماسلو هي من الحاجات الأساسية، فأنت محتاج إلى الطعام، حاجتك إلى ما بعد ذلك المسكن، حاجتك إلى الأمن، حاجتك إلى الحب، حاجتك إلى الانتماء، حاجتك إلى التقدير. عندما أرى ابني أو ابنتي في هذا الإطار وقد اتسعت الرؤية لتشمل كل هذا، زج بهم في الحياة كيفما وأينما شاءوا. لذلك آخر العنقود بنت الآن ما شاء الله تدرس في بريطانيا، الله علاقات دولية حتى تخصص يعني جميل جميل. في بداية الأمر قد تجد من يسألك هل ستذهب لوحدها، يعني هل 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 هل، ولكن عندما أنت تؤهل هذه البنت إلى الحياة وإلى معرفة الحياة، زج فيها في مضمار الحياة ولتكن الثقة، وهي بكل تأكيد ستحترم هذه الثقة. أكيد أكيد. الخندق الذي يشكل فارقا، يعني يشكل فارق كبير في حياة عبد الله الهدية، الشحية العائلية، يعني شيء لم تتوقعه في حياتك العائلية أن استبقت الوقت الزمني، أو كنت تتوقع أن هذه يحتاج لها خطوات أو طبخة طويلة، فانقلبت لك الآية ويعني واكبت السرعة في هذا المحور، وخاصة في حياتك العالية. فما هو المحور هذا؟ المحور اللي تشبثنا في ما يعني وجدنا عليه آبائنا، قضية بعض العادات وبعض التقاليد. ربما يعني هي شيء جميل أن نعي معنى العادات وأن نهتم بالعادات، ولكن أنا أعتقد أن هناك بعض العادات أصبحت حجر عثرة أمام الانطلاقة إلى العالم الآخر. فعندما تتجاوز هذا، بل أن بعض العادات ربما يعني يكون فيها نوع من التعارض حتى مع الدين، فعندما تتجاوز هذه الأشياء فأنت تتجاوز. لذلك يعني الآن دعني أقول بكل صراحة، حتى في بطاقات الإفراح تعودنا أن نكتب مثلاً اسم الزوج على كريمة، يعني لماذا لا يذكر اسم البنت ويفتخر بها؟ فعلاً هو يعني لماذا؟ يعني فعلاً. إذا ذكرنا عائشة أم المؤمنين، إذا ذكرنا حفصة، إذا ذكرنا خولة بنت الأزور، إذا ذكرنا زبيدة، إذا ذكرنا أسماء عديدة في واقعنا العربي ونفتخر بذلك. صحيح. يعني حتى أبناء القيادة الرشيدة وبنات القيادة الرشيدة تذكر الأسماء. فلماذا يعني نحرم البنت في يوم عرسها مثلا على سبيل المثال من أن يذكر اسمها؟ أنا أعتقد أن هذا الشيء مارسته ربما في عند البنت الأولى والثانية، ولكن عند البنت الثالثة الآن سأكتب اسمها. وأنا لي الفخر أن أقول يعني أن لدي أماني ولدي هاجر ولدي رؤى. يعني وما الخطأ في ذلك؟ يعني هو هذا 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 يعني هي موسومة بهذا الاسم، فلماذا أخفي الاسم؟ صحيح. يعني هنا بعض الأشياء التي أنا أدعو مثل ما أنا ولله الحمد تجاوزت داخليا أن يتجاوزها الآخرون، وأكيد من مثلي من هو تجاوز أيضا في هذا الإطار. ولكن أستاذ عبد الله، هذه الأفكار وهذه الخيوط يحتاج لها مخاطبة اللاوعي عند الإنسان ليتفهم كيف يقيس هذه الأمور وهذه المحاور من أبعاد مختلفة. فكيف ممكن أن نتصرف أو نتحكم به، يعني أو نمسك العصا من الوسط؟ عزيزي يعني أنا إذا رجعت الآن إلى هرم قاوس للذكاء، أن تجد 2.5% هم النخبة الذين قد، لكن أن تحاول أن تكبر دائرة النخبة أو يعني المبدع أو من يرى الأمور بعين البصيرة ولا يرى الأمور بعين ما سمع، بعين ما سمع أستطيع أن أقول، هنا أنت تستطيع أن تكبر، ولكن أيضا لا تمارس دور الحكيم بمعنى الحكمة، ولا تدارس بمعنى الوصي بمعنى الوصايا، لأن هناك إذا تشنجت فالطرف الآخر سوف يتشنج شئت أم أبيت. الأمور تؤتى من أبواب مختلفة، وأنا أعتقد أن الذكاء العاطفي مهم في هذا الأمر، أن تدير مشاعرك وتستطيع أن تراعي مشاعر الآخر.
أيا كانت رسالتك. نعم نحن نعيش الآن زمن الاستقطاب وزمن التفاوض وزمن أيضا الإقناع، وهذه أزمان، وهذه لابد أن نفهم معايير كل شيء، وبالتالي كيف نتعامل مع هذا الشيء. يعني من يريد أن يستقطب فلديه أدواته، ربما يدخل في الفن ما يسمى بالفن الممكن، الذي يعني يستطيع أن هو يبرر لنفسه كل الوسائل من خلالها. نعم. ولكن مع ذلك يجب أن نراعي أيضا ما يجب أن يكون. أكيد أكيد. نعم. مقولة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الامتحان اللي دخل فيه يعني عبد الله الهدي الشيحي وكان علامة فارقة أو علامة كبيرة في حياته، خاصة بين عائلته، ما هو الامتحان الصعب اللي واجهته مع عائلتك؟ امتحانات كثيرة، يعني أنا لا أستطيع أن أختار امتحان واحد في الحياة. نظرتك المرحلة الزمنية التي تعيشها، كل مرحلة لها نظرة خاصة، لها دوافع خاصة، لها مقومات خاصة. ولكن أنا أعتقد أن كلما كبر الإنسان واستشعر بقيمة الحياة وبجمال الحياة وبمعطيات الحياة، وعرف مكنون نفسه ومكنون الآخر، وامتلك مثل ما أسلفت بالذكر المقدرة على 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 أن يكتسب كل مقومات الذكاء العاطفي، سيتجاوز. أخطأنا كثيرا، دعني أقول لك أخطأت كثيرا في الحياة، ولكن الجميل أن تنسى هذا الخطأ لتقلب الصفحة وتبدأ من جديد. بصفحة جديدة. ربي اغفر لي ولي والدي. فعندما آمين. تعيش أنت الحياة ولا تعيش في إطار المضحي الكبير من أجل العائلة، لا يا عزيزي، حتى ابنك يتعلم بأنه هو أولا، لأن الحياة هو الذي سيعيشها. أي شيء ينقلب عليه ينقلب عليك. أن تكون أنت النموذج في كل شيء، في لباسك، كيف يحترمك ولدك وأنت لا تعتني بنفسك. أكيد. البنت كيف ستحترم أمها والأم دائما في المطبخ ودائما في حالة ضجر ودائما في حالة كذا وذا، لكن لما ترى أمها نموذج في 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 العطور، نموذج في القيم، نموذج في الكذا، لابد أن هنا يعني لابد أن يعني هناك حقوق لابد أن تعطى، وهناك واجبات لابد أن تؤخذ. أكيد أكيد. العملية عملية أخذ وعطاء. أكيد. ولكن متى ما أنت هزمت نفسك الداخلية، لا تقل وأنا سأضحي وأضحي وأنت حزين وستذهب بابتسامة لكي تضحي، لا، اذهب عن قناعة وقدم ما لديك، وليكن ولتكن التضحية، وليكن الإيثار، وليكن، ولكن عن رضا. نعم. عامل الناس كما تحب أن تعاملهم، وعامل الناس كما يحبون أن تعاملهم، وعامل الناس كما تريد أن يعاملك الله. وأنا أعتقد أن هذه هي الغاية. يا الله، كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل. طبعا أنا ليتنا أدركناها فيما سبق. فعلا. نعم. فعلا فعلا أستاذ عبد الله. طبعا أنا في لي سؤال وفضول، طبعا بما أنك تكلمت على الملبس ويعني رب العائلة أن يكون ملبس أنيق، أنت لابس في يدك طبعا خاتم ياقوت أحمر. نعم. هل هالكلام صحيح؟ صحيح. ياقوت أحمر عقيق. عقيق، نعم. يا ريت أن تكلمني عن هالخاتم وسر لبسك للخواتم بما أنك لابسه في هاي الحلقة. هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب العقيق. الحجر الكريم مصدر من مصادر الطاقة، يعطيك أيضا، نحن جزء من هذا الكون نتفاعل معه شئنا أم أبينا. يدك هذه يدك الآن، أنا إذا قدمت لك كل شيء ستقول لي شكرا. شكرا. نعم. في يوم من الأيام أنت خاطبت يدك وقلت لها شكرا على ما قدمت لي؟ لا. لكي تتفاعل معك، لكي تعيش الحيوية معك. لا. فهذا أيضا نوع من التقدير لهذه والتكريم لليد، لهذه اليد التي صاحبتني وتحملت أذاي. عندما تستشعر أنت الآن، لو تملك مثلا موبايل قديم وقلت هذا سأتركه، نعم، شئت أم أبيت سيتعطل، فما بالك بهذا الذي هو جزء منك وتدب في حياتك. نعم.
مثل ما أنت فيك نفخة من رب العالمين وقبضة من طين، فهي قبضة من طين وأيضا فيها من نفخة رب العالمين. أكيد. إذن هذا التقدير من خلال هذا ومن نعم. خلال خير غير هذا نعم. أيضا هذا الشيء أنا أعتقد أنه واجب علينا. أكيد, أكيد. طبعا أستاذ عبد الله الهدي الشيحي سررنا بلقاءاتنا معك في طبعا حلقة برنامج أهل الدار. نشكرك كل أسرة قناة الفجيرة تقدم لك الشكر من خلال هذا المنبر على تلبيتك لي الدعوة واستضافتك لنا في بيتك ومزيد من التقدم لك أستاذ عبد الله، وإن شاء الله نشوفك في ميادين مشرفة في محافل دولية عالية وراقية. وشكرا جزيلا لك، وسامحني عاد أنا الحين بترخص من هذه الحلقة. مسموح إن كانت من كلمة، شكرا لهذه القناة الأنيقة بهذا الطاقم، الأنيقة بما تبث والتي تؤثر فعلا في المتلقي أينما كان، مع الرقي دائما تبقون ونبقى. أكيد. يعطيك الصحة والعافية. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يعزك. تعرفنا على سيرة الشاعر عبد الله الهدية الشحي، تعرفنا على سيرته الذاتية وحياته المهنية وحياته العائلية. طبعا الكثير طبعا من الإنجازات في حياة هذا الشخص، وأنا أبهرت بصراحة، وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين. انتظروني في حلقة جديدة ومع بصمة إماراتية جديدة، وفي أمان الله.